صرنا يومين احنا بنشتغل طبعا وليل ونهار وبايتين هنا ما رايحين صرنا ترى من اول بارحه والبارحه زين وهل هذا شوف احنا بنشتغل والباقي على الله والحمد لله اشكر حتى مسائل نشتغل يعني مو بس بالامطار لا حتى بالايام العاديه مسائل نشتغل بس احنا قاعد نشتغل نسحب المياه الامطار صارنا اكثر من يوم يعني من الخميس لحد هاي اللحظه يعني مستمرين ليل مع نهار مي الامطار هسه عندك هاي المشبكات كلها قاعد تسحب على المحطه بس كثره المياه وجاي نسيطر عليها باستمرار ان شاء الله.